ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. كتاب الهبة، باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. باب من رأى الهبة غائبة الغائبة جائزة. 1583. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. قال: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ومن سقاط الأثبات رأى الله الجماعة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد من فخارة المصريين. قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد ومن سقاط الأثبات رأى الله الجماعة. عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: ذكر عروة، ذكر عروة رحمه الله، نعم، عروة، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وهو من سقاط الأزبات من الفقهاء السبعة. كان تقيا نقيا عابدا عالما نحريرا حافظا فقيها، وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، رضي الله عنه وارضاه، ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. سبحان الله. قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. قال: الناس طيبنا لك. الله أكبر. هذا حديث، موضع الترجمة وين؟ وين موضع الترجمة يا وجيز؟ لازم تلمح يا وجيز. وأين أبو جودي؟ أين هو؟ نادر ما زال تعبان ولا؟ كان تعبان؟ أي نعم، خلاص ننظر فيها. هو قال إيش؟ من أحب أن يكون على حظي حتى أن أعطيه إياه، وهذا فين بقى؟ يبقى لما يأتي، لما يأتي، لما يأتي. نعم. نعم شيخ. هل هذا ممكن الشاهد؟ ولا ممكن الشاهد أنه استوهب المسلمين السب؟ لا 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 لا، موت الشاهد هو هذا، لأنه بيتكلم على الهبة الغائبة. الهبة الغائبة اللي هي لسه ستأتي، الهبة الغائبة التي ليست موجودة لسه ستأتي. هنا في البداية لما آمن، لما جاءوا تائبين وآمنوا، هو أحب أن يطيب لهم فأعطاهم السبي. ده مش لهم يعني، هذه الهبة موجودة الآن، فاهمني؟ ودي مش لهم لأنهم ملكوها، لأنه عندما ملكوها الشرع أباح لهم الملك، فاهمني حضرتك؟ بعد ذلك وعدهم بقى، وعد لمن ترك ما يملك هبة غائبة اللي هي ستأتي الفي، فاهم؟ طب ما هو ايه بقى اللي هيديهم من اول سبي؟ ده اسمه ايه؟ هبة. لا، هو قال شوف، على حظه من اول ما يفيء الله علينا. الفي على خمسة اخماس، مش كلهم، مش الغانمين اهو. ما هو العوض ده يبقى اسمه ايه؟ العوض ده اسمه ايه؟ ما هو التعويض اسمه ايه؟ كأنه وهبه اياه، لانه الفيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله ولرسوله ولليتامى والمساكين، الاخماس المعروفه المخمسه في الكتاب، فاهمني؟ فيعطيهم بقى هذا من عندي، من فيئي، من سهمي هو، فاهمني؟ فيبقى ده هبه، هو هبه، وهي غايبه ايضا مش موجود. لكن هنا في هذا الباب هو يحرك فيهم مشاعر الترك من اجل انهم اسلموا، مع انهم لو لم يتركوا لشاء عليهم ولا منامت عليهم شرعا، فاهمني؟ فجاء هنا هذا موضع الترجمه. ولما جاء هوازن جاء فاثنى الله بما هو اهله. جاء هوازن فقام في الناس فاثنى، ثم قال: اما بعد، فان اخوانكم جاؤونا تائبين. وانظروا لنا التوبه لها ايه؟ لها مكانه، لها مكان. ولذلك التائب لا يعير، هذا اول شيء، التائب لا يعير. والتائب تفضل شيء. ماشي، افتح لي. التائب لا يعير، خليك مكانك شيء. التائب لا يعير، وايضا التائب يحتفى به من اجل ايش؟ تقويه ما هو فيه، تقويه ما هو فيه.
فلذلك لما جاءوا تائبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك لهم، أعطاهم السبيل وهباهم ذلك. ثم أمر الناس قال من أحب. هنا من أحب لأنه يرجع لقاعدة مهمة جدا. إيش يا بخاري؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب منكم أن يطيب ذلك لا حل دم المسلم إلا بأحد ثلاث: السائب الزاني، أيوة تفضل حبيبي، وها الثانية إيه؟ أيوة. أنا كنت عايز أنتقل منك عشان أنت قربت منها، لأن الرجل ده جالس في بحر الهدوء وما كانت عنده، كنت عايزين نشوف العلامة المحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لذلك طيب نفسه. قال فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يكون من طيب نفس منه، يترك ما يملك لأنه ملك، خلاص ملك، وملكه ملك الرقبة بالشرك بالكفر الذي كانوا فيه. فهنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فقال فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه، يعني يترك السبي ويكون على حظه حتى نعطيه يعني من أول ما يفي الله عليه. الأول تبرع مجانا، الأول يتبرع مجانا، أما الثاني فقد تبرع إيش؟ التبرع على عوض، الثاني تبرع على عوض، وكلاهما ممدوح، كلاهما ممدوح، الذي تبرع مجانا ممدوح وهو أمدح من الثاني، والثاني ممدوح لأنه سمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ما يملك. لكنه ينتظر الإيش؟ العوض. لكنه ينتظر العوض. فقال الناس طيبنا لك، هذه دلالة واضحة جدا. شوف بدون تلكؤ، بدون تلكؤ، بدون تراجع، بدون مشاورة، بدون النظر. قط كانوا لا يعلمون من أنفسهم إيمانا إلا تقديم النبي على أنفسهم، وده صدق الإيمان يظهر في ذلك، إلا تقديم النبي على أنفسهم. قال الله جل في علامة كان من أهل المدينة ومن حولها من العرب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ولذلك يقول فشرب نبي فشرب حتى رضيت رويت، وشرب حتى أنا أرضى. المفروض هو اللي بيشرب ولا يرضى، لا هو حتى رضي، يعني شوف هو روحه داخل روح في أضلاعه في أحشائه، المهم أنا أصل كل الخير له، شرب حتى رضيت. ده كلام لا يفهمه إلا من على حسه وارتقى بفهمه ونبل قدره، يفهم كيف عظيم صدق الأخوة في الله. فلا يراك سعيدا ولو ماته، يعني يقول أنا أكون تحت الأقدام أموت وأخي أرى الابتسام على وجهه مشرقة. وهذه المسألة ما أدري هل موجودة في هذا الزمان أم لا، الله تعالى أعلم، لكن إن شاء الله تكون موجودة، لأن الأمة هذه الأمة لا تعدم خيرا بحال ما، لكنها نادرة، هي نادرة نعم لكنها موجودة. وكما قلت فقال الناس طيبنا أسرعوا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعوا، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، لأنه أول ما أتوه أثنى الله بما هو خير له وقال جاءونا تائبين، رضي بهم وطيب خاطرا بأن أعطاهم السبب، فلذلك هم يعلمون أن هذا يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طيبنا لك، يعني مش لهم، لو لهم لا ده حقوقنا. قالوا طيبنا لك، وهذه مدى العلاقة الوطيدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني حقيقة الأمر، لن يصل ويبلغ امرؤ حق مكمن الإيمان أو كمال الإيمان الواجب إلا بأن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، هكذا فلابد أن تفعل ذلك وتكون مع النبي هكذا. قال إني أحبك من كل شيء ولكن ليس من نفسي، صادق ويقولها لمن؟ لسيد الأولين والأخرين. فقال الإنسان لا يا عمر. قال الآن، لما قال لا وعلم أنه لم يبلغ قال لا أنت الآن أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. وطبعا دي أيضا كانت فارقة بينه وبين من؟ أبي بكر رضي الله عنه. أبي بكر ما فيش أصلا وجه النظر، يعني المراجعة للنفس مش موجودة أصالة، يعني المراجعة للنفس أصلا مش موجودة في هذا الباب. الله أكبر، الله موفق مسدد أحمد، الله يجعلك من أهل القرآن والحفظ والمتانة، وأن تأتي بالعلامة كاملة بإذن الله. حفظك ربي يا أستاذ أحمد. الفوائد المستنبطة من السنة إكرام التائب. فضل فضل الصحابة، طيبوا نفسا
عندما علموا أنه يطيب بذلك نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ولذلك اصطفاهم الله جل وعلا على الناس. أبا الفداء أيها الراقي الطيب تتقطع لي في الدروس يا أبا الفداء غفر الله لك. جواز الهبة المثاب عليه، جواز الهبة المثاب عليه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.